مرحبا بكم في فقرة تغذوية جديدة. أنا هيا صمادي، أخصائية التغذية. تعتبر الحروب والنزاعات من أكثر الأحداث تدميراً وتأثيراً على الإنسانية، تعرض الأفراد والمجتمعات لظروف قاسية وتحديات هائلة تتعلق بالأمن والصحة. في هذا السياق يصبح الحفاظ على نظام غذائي صحي أمراً بالغ الأهمية. في هذه الفقرة سأحدثكم عن أهمية التغذية الصحية في زمن الحرب وكيف يمكن للتغذية الجيدة أن تساهم في الصمود في وقت النزاع. للتغذية الصحية أهمية كبيرة، فهي تساعد على المحافظة على القوة الجسدية. في ظل الظروف القاسية للحروب، تكون القوة البدنية ضرورية للصمود والبقاء على قيد الحياة. التغذية الجيدة تساعد في بناء ومعالجة العضلات وزيادة مقاومة الجسم للأمراض. أيضاً تساعد في تعزيز المناعة. يكون الجهاز المناعي ضعيفاً في حالات الجوع ونقص التغذية، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للأمراض المعدية. التغذية الجيدة تقوي المناعة وتحمي من الأمراض. أيضاً التغذية الصحية تساعد في تحسين الأداء الذهني. التغذية الصحية تؤثر بشكل كبير على الأداء الذهني. الأفراد الذين يتناولون طعاماً صحياً يمكن أن يكونوا أكثر فاعلية وإنتاجية حتى في ظل ظروف النزاع. ويمكن للتغذية الصحية أن تحافظ على صحة النساء الحوامل والأطفال. التغذية الجيدة أمر حيوي للنساء الحوامل والأطفال. تحتاج النساء الحوامل إلى تغذية صحية لتفادي مضاعفات الحمل والولادة، كما تساعد التغذية الجيدة على تعزيز نمو وتطور الأطفال. يمكن للجهات المعنية أن تعزز التغذية الصحية في دول الحصار والحرب عن طريق أولاً توفير المساعدة الغذائية. يجب توفير الغذاء والمواد الغذائية للمتضررين من النزاعات والحروب، سواء عبر توزيع الحصص الغذائية أو دعم الأسواق المحلية. ثانياً توعية الأفراد. يجب توعية الأفراد بأهمية التغذية الصحية وتوجيههم لاتباع عادات غذائية صحيحة. ثالثاً تشجيع زراعة المحاصيل. يمكن تشجيع زراعة المحاصيل المحلية وتوفير الزراعة المستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. في زمن الحرب تصبح التغذية الصحية أمراً حيوياً وضرورياً للصمود والبقاء على قيد الحياة. تقوم المنظمات الإنسانية بجهود كبيرة لتقديم المساعدة الغذائية والتوعية بأهمية الغذاء الصحي للمتضررين. تحقيق الأمن الغذائي يسهم في تعزيز الصحة والبناء في الظروف الصعبة التي تفرضها النزاعات والحروب. نتمنى السلامة لأهلنا في غزة وفي جميع الدول المنكوبة، ونسأل الله الأمن والسلام لهم. هذه نهاية فقرتنا لهذا اليوم. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.